السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدعوك فقالوا نكشف لكم عن 10 شائعات حول أعراض كورونا. 1. خدعوك فقالوا إن فترة حضانة الفيروس 14 يوما. التصحيح: إن فترة حضانة الفيروس 4 أيام فقط، ولكنها قد تتراوح بين 2-14 يوما. وللتأكد من عدم حمل العدوى يجب الانتظار 14 يوما من تاريخ مخالطة المصاب، هي فترة العزل. 2. خدعوك فقالوا إنك إذا أصبت بالفيروس حتما ستظهر عليك الأعراض. التصحيح: في العديد من الحالات قد لا توجد أعراض رغم الإصابة. في حالة حدوث الأعراض فإنها في البداية بسيطة وتزداد بالتدريج. 3. خدعوك فقالوا إن أهم أعراض الفيروس ألم في الحلق ورشح وصداع وألم في الجسم. التصحيح: أهم أعراض الفيروس حدوث ارتفاع الحرارة والسعال الجاف والإرهاق وضيق التنفس. الأعراض الأخرى الأقل حدوثا: آلام الحلق، الرشح أو الزكام، آلام الجسم، الصداع، الإسهال. 4. خدعوك فقالوا إن كل من يصاب بالفيروس يصاب بالالتهاب الرئوي الذي قد يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس ويحدث مباشرة بعد الإصابة. التصحيح: الالتهاب الرئوي يحدث فقط لواحد من كل 5 أشخاص، 20%، وعادة ما يحدث في الأسبوع الثاني للمرض وفي خلال اليوم 8 أو 9 لبداية الأعراض. خدعوك فقالوا إن الإصابة بالفيروس تشابه نوبة البرد تماما ويصعب التفرقة بينهما. التصحيح: نوبة البرد تنتج من أنواع أخرى من فيروس الكورونا وليست كوفيد-19، وأعراض نوبة البرد تبدأ بكحة أو ألام في الحلق مع رشح أو زكام وبدون ارتفاع في الحرارة، وهي ليست الأعراض الشائعة لفيروس كوفيد-19، لذا لا يجب الخلط أو الفزع. 6. خدعوك فقالوا إنه لا يمكن التفرقة بين الإنفلونزا العادية والإصابة بفيروس كوفيد-19 المستحدث. التصحيح: رغم تشابه الاثنين في كثير من الأعراض، فإن السخونة والسعال والإرهاق وآلام الحلق والصداع، إلا أن فترة حضانة الإنفلونزا قصيرة جدا وتظهر الأعراض فجأة وليست بالتدريج كما هو في الحال في فيروس كوفيد-19، كما أن سخونة الإنفلونزا تكون مصاحبة بالرعشة وربما القيء، والإنفلونزا الموسمية تكون معدية قبل ظهور الأعراض ويمكن أن تصيب الأطفال، كما أنها قليلة المضاعفات، وكل هذا على خلاف فيروس الكورونا كوفيد-19. 7. خدعوك فقالوا إن كل من يصاب بالفيروس يجب أن يذهب للمستشفى للعلاج. التصحيح: لا يجب الذهاب للمستشفى إلا إذا زادت الأعراض بحدوث ضيق شديد في التنفس، والتي يمكن أن تحدث في الأسبوع الثاني للمرض، ولكن أفضل الطرق هو العزل بالمنزل مع تقليل الاختلاط ومتابعة الأعراض مع زيادة كمية السوائل ومخفضات الحرارة واستخدام سرير وحمام منفصل. أخبر طبيبك بحالتك والذي قد يطلب فحصك إذا استوجب الأمر، ولكن لا تغادر منزلك دون ارتداء ماسك. كذلك يجب على من يخالطونك بالمنزل ارتداء ماسك وغسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو مطهر اليدين. 8. خدعوك فقالوا إن الفيروس خطير وقاتل لكل من يصاب به. التصحيح: معظم حالات الفيروس قابلة للشفاء منها نهائيا، خاصة في مقتبل العمر والأطفال لقوة مناعة الجسم. المعرضون للمضاعفات هم كبار السن والمدخنون والمصابون بالأمراض المزمنة مثل الربو والسكر وأمراض القلب والفشل الكلوي، والذين يتناولون الكورتيزون أو أدوية تثبيط المناعة بعد زراعة الأعضاء وما
مرضى نقص المناعة. 9. خدعوك فقالوا إنه لا يمكن الحد من انتشار الفيروس على مستوى الدول، وربما تنتهي كل الدول إلى مصير إيطاليا. التصحيح: أهم وسائل الحد من انتشار الفيروس على مستوى الدول اثنتان. الأولى تقليل التزاحم ومنعه قدر الإمكان، فالفرد يحتاج أن يكون على مسافة متر على الأقل من المصاب لمنع انتشار الفيروس. لذا علقت بعض الدول الدراسة وصلاة الجماعة والتزاحم في مناطق العمل. الثانية وقف الطيران من الدول المرتفعة نسل الإصابة مع الفحص الدقيق لجميع القادمين للبلد. 10. خدعوك فقالوا إنه لا يمكن الوقاية من الفيروس، فالإصابة حتمية في وجود حالات إصابة محتقة بنا. التصحيح: مراعاة بعض خطوات النظافة الشخصية يقي بشكل كبير من الإصابة. 1. غسيل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات يوميا لفترة لا تقل عن 20 ثانية كل مرة، أو استخدام مطهر الأيدي. 2. عدم لمس الفم والأنف والعين بدون غسيل الأيدي قبل الملامسة، والامتناع عن السلام بالأيدي والقبلات. 3. الابتعاد لمسافة متر على الأقل ممن يسعل أو يعطس. 4. ابتعد عن إعادة استخدام الأكواب وأدوات المائدة التي استخدمها غيرك. 5. تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال إما بمنديل ورقي أو بمنتصف الذراع، مع التخلص بالمنديل مباشرة في القمامة. 6. لا تغادر منزلك إن كنت مريضا وحتى تشفى تماما. 7. نظف الأماكن الكثيرة اللمس كالترابيزات ومقابض الأبواب ولوحة مفاتيح الكمبيوتر والتليفون المحمول بقاتل الجراثيم بالرش أو المسح، فالفيروس يظل على أسطح الصلدة حتى 2 إلى 3 أيام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.